السلام عليكم، الله يسعد مساكم بالخير. اليوم بنتكلم عن قصة فارس وشاعر مشهور ولد في القرن 18 ميلادي، لكن بداياته كانت غريبة جدا. والفارس هو حمد الغهبان المري، والغهبان هذا لقب وليس اسم، وإنما اسمه حمد بن علي بن جابر المري، ويعد أبرز وأشهر شعراء فرسان آل مرة. نسب تسميته بالغهبان لأنه قده رجال وهو عاده يلعب مع الأطفال، يعني شبه بخبول على قولة آل مرة، لهم من يزكى السلام والتحية. عادته من يوم هو صغير ما خضر غصة شجرة ويحطها بيرجيله ويلعب بها ويركض بها يمين ويسار على انها فرس، ويحسب انها خبر، والخبر غير عز الله مو بهو. حمد الغهبان اخصغر منه سن، جيد وجالس الرجال في مشيخ القبيلة واجتمع معهم، وجاء يوم الايام راح لامه قال يمه ودي بالزواج. قالت له امه راح لاخوك الكبير واستشيره. قال يمه استشير لي واحد الخبر. قالت راح له ترى ما هو بخبر، وانها داري انه ما هو بخبر لانه بار فمه، والبار ما هو بخبر. الغهبان بار فمه كل يوم يجيب لها الصيد ويعطيها، واللي ذا فعله هزله مو بخبر. المهم ما كان في الطويلة راح لأخوه قال بستشيرك. جاء للغهبان على فرصة أن تخبري قصة جرته اللي كل يوم يحددها ويسلكها ويسنعها ويلعب بها مع العيال. قال وش عندك؟ قال يا أخوي أنا ودي أتزوج. قام الغهبان وهز غصن جرته اللي ركبن عليها على شكل فرس تركض، وقال حكمته المعروفة على شكل بيت شعر ونشد به، وقال له حذراك من أم الجرس، حذراك من أم الحرس، واحذر من عشبة الدار، وأخر عن طريق الفرس. راح أخوه وقال يا يمه ما قلت السنة الغهبان خبر. قالت يا ولدي أخوك ما هو بخبر، أخوك انصحك نصيحة فجودها. يوم قال حذراك من أم الجرس يقصد حذراك من المرأة اللي دائما تتزين وتطيب وغير رجلها وتحب لفت أنظار الناس، فاحذر منك تأخذها. أما المقصود من أم الحرس فهي المرأة التي لديها أبناء لكن لا يعرف من أين أتت بهم، فاحذر تأخذها. ما حذرك من عشبة الدار فمعناها لا تأخذ المرأة الجميلة اللي أبوها ردي أبو خيل ولا في خير، فاحذر تأخذها. وآخرها يوم قال وخر عن طريق الفرس، كان يقصد لا تقابل الفارس وجها لوجه، وخر عن طريقه ثم اتبعه بالرمح لكي تتمكن من قتله. وبزمان يوم أراد الله أن تظهر فيها فرسية حمد الغهبان المري، نوى أمير القبيلة أن يغزي على قبيلة ثانية بينهم وبينها عداوة، وناوي يأخذ ابنهم. ثم الغهبان اربطوه لا يروح معكم، وفعلا اربطوه في الشجرة وراح. إلا يوم جاء حول المغرب وفك ربطه تظهر أنه يلعب وبالعصا ثم لحق ربعه. وجاء قبل الفجر لو الغهبان عنده شافه ربعه قالوا وش جاب ذا الخبر؟ قال أمير يمكن الله ينفعنا به خلوه، إلا وشبضوهم وحاطين على طرف الضوء عود وفي فؤاد الذبيحة. أمير القبيلة اللي بياكل فؤاد الذبيحة هو اللي بيذبح فارس فلاني، والفارس هذا ما ينتناطح، وتردد بعض الفرسان وقام الغهبان وخذ فؤاد الذبيحة وقام يركض به. كان الغهبان فؤاد الذبيحة وما جاء الصبح لهم غازين القوم وكاسبين ابلهم، وما دروا إلا ذاك الفارس وربع جايين بيردون البل ويحول الغهبان ويسوق البل رجلية. ويوم شاف الغهبان الفارس قرب من البل دخل الغهبان بينها عشان ما يشوفه، ويوم قرب منه ظهر عليه برمحه وذبحه. يوم درى أمير القبيلة قال غهبتنا يا حمد، نحسب إنك خبر واترك صاحي، أي غريتنا. ثم زوجها أمير القبيلة بنته. الغهبان قصص ومواقف كثيرة، وقصايد من أشهرها يوم قال قال الشبيبي والذي له سابق من خير نجد مهرة شعوائي، برها ولا بعد ركبتها إلا نهار ورود الأطوائي، كود على الرجل القصير يعنها ولا يعرضها شبه سنداي. قصيدة طويلة جدا لكن اكتفينا بثلاث أبيات هذه، وإن شاء الله تكون كافية، وأتمنى تكون القصة عجبتكم، واعذروني على الإطالة وتمسونا الخير.